السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني، إليكم اليوم آخر قطعة بالوحدة التاسعة، وهي بعنوان How to make sales pitch، كيف تعمل خطاب البيع. من خلال الصورة هاي يا أخوان شايفين إنه في عندنا مندوب مبيعات. طبعا إحنا مندوب مبيعات حسب ما خلينا نقول منطقة الشرق الأوسط، خلينا نقول نأخذ الأردن كمثال، يعني مع احترامي طبعا هي مهنة ليست كباقي المهن. احنا ماخذين فكرة انه معه شنطة ومعه اغراض وبدور على البيوت الى اخره. لا اخوان، طبعا بدول متقدمة المندوب مبيعات يعتبر وجه الشركة، يعني خلينا نقول بمعنى اخر، مثلا لو اخذنا بعض المنتجات للشركات الكبرى سواء سيارات او خلينا نقول اجهزة حاسوب او حتى خلويات، لاحظوا مين بيطلع؟ معظمهم مدراء الشركات، بيستدعي الصحفيين داخل مؤتمر وبعرض عليهم المنتج الجديد وبعمل تجربة قدامهم وهلم جرى. واتوقع شفتوا اخر تجربة لشركة هواوي وايفون كان يطلع صاحب الشركة، وحتى انه الشركات السيارات نفس المبدأ، خاصة سيارات خلينا نقول الكهربائية. طيب نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم. القطعة فيها معلومات كثير، رجاء ركزوا معي. بالنسبة لسيلز بيتش، خطاب البيع، وهو the statements، عبارات أو promises، وعود، that someone، التي الشخص makes، يقوم بها، to try، ليحاول، ركزوا معي، persuade، إقناع، هاي خط عريض عليها، لإقناع someone to buy، ليشتري something، أو هو presentation، عبارة عن عرض تقديمي made by someone، ينجز من قبل شخص الذي try، يحاول to sell، أن يبيع product، منتج. هذا مميز الثاني. ماركتينج، التسويق، هو the study، دراسة selling products، بيع المنتجات. إذا دراسة بيع المنتجات، هي خط عريض. To approve customer، لزبون محتمل. ولا تنسى الماركت منها سواء سوق أو خلينا نقول يسوق، هي الاسم والفعل منها. Package holiday، حزمة السفر، وهي organize trip، رحلة منظمة. With everything، بكل شيء، وتشمل included the price، السعر، أيضا بين قوسين travel، السفر، وaccommodation، الإقامة، والفود، الطعام. Target market، السوق المستهدف، و people، الناس، الذين are identified، تم تعريفهم ك possible customer، كزبائن محتملين. إذا هون عندنا possible customer، زبائن محتملين. Age group، الفئة العمرية، وهي ست مجموعة of people، الناس اللي لهم similar age، نفس العمر. إذا هون people مع similar age، نفس العمر. وأيضا في عندنا department store، متجر كبير، طبعا هو large shop، متجر كبير، الذي sells، يبيع different types، عدة أنواع مختلفة من things، الأشياء. عندنا مقدمة، يعني خلينا نعطيها حقها. Whether you are، سواء كنت تبيع a new type، نوع من toothpaste، معجون الأسنان، إلى chain، سلسلة من فارما، الصيدليات. لاحظوا بلش خلينا نقول أدق أو أقل البضاعة، حتى وصل latest computer software، أو أحدث برامج حاسوب، إلى school، أو إلى new kind، نوع جديد من package holiday، حزم العطل، يعني خلينا نقول زي مثلا package رحلات للخارج، إلى travel agency، وكالة السفر. You need، يجب أن تعرف ما يلي. طبعا عندك عنوان بلش بـ How to make sales pitch، كيف تعمل خطاب البيع. القطعة هاي في ثلاث فقرات، كل فقرة لها عنوان. لو جينا نعمل الآن تقريب الواقع، الأولى do your research، اجري بحثك، يعني تشتغل هون على السلعة، بالإضافة لنوع خلينا نقول الجمهور المستهدف. كمان في عندنا الفقرة الثانية prepare and practice، استعد وتدرب. هذا خلينا نقول قبلها بليلة، بتكون معطيات كلها موجودة قدامك، تجهز خطاب بيع سواء ورقة أو خيول التجاري. أما الفقرة الثانية وهي be professional، كن محترف، أوكي، وهي لما تنزل على الميدان وكيف تقنع الجمهور بشراء السلعة اللي معك. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وحنقرأ يا أخوان راح تكون معنا بعض النقاط. مثلا الفقرة الأولى فيها خلينا نقول خمس نقاط، في نقاط تشمل A B، في نقاط A B C، وهلم جرى، وفي نقطة بجزء A لحالها. فركزوا معي، الله يرجع عليكم. هون خلينا نعمل ألوان جاهزة،
نبدأ بسم الله. Don't come away from sales. لا تتراجع عن صفقة البيع. Wishing متمنيا. You had been وأنك كنت better prepared أفضل أو مستعدة بشكل أفضل. نبدأ بالأرقام. It's essential من الضروري to know أن تعرف everything كل شيء حول your product حول منتجك. هنعتبر هاي رقم واحد. رقم واحد يا أخوان بتتفرع الآن لأي بي. تتفرع لأي بي. نعتبر هاي رقم واحد. Do you know هل تعرف when it was developed متى تم تطويره هاي ايه and where it is produced what اين تم انتاجه هاي خلينا نقول بي. اذا الامرين اللي لازم تعرفهم حول المنتج هو في عندنا خلينا نقول ايه when it was developed متى تم انتاجه واثنين اعتبرها او خلينا نقول هاي بي عفوا وبي where it is produced اين تم انتاجه. خلصت النقطة الاولى. اذا معناته لما تبيع انت سلعة مثلا لو جينا على اجهزة كهربائية بتعرف متى انتجت هي مثلا هل هي سنة 2019 2018 2020 يعني خلينا نقول مثلا زي نوع الخلويات كل ما كان احدث كان افضل. واين تم انتاجه مثلا هل هو صناعة خلينا نقول مثلا زي سيارات كورية مثلا يابانية المانية اوروبية امريكية وهل ما جرى. نيجي على النقطة الثانية. You also need يجب أيضا أن تعرف who the target market is من هو سوق المستهدف. هاي نعتبرها نقطة رقم اثنين. رقم اثنين تتفرع معي for example age group الفئة العمرية. age group الفئة العمرية. هاي نعتبرها ايه وانكم الدخل of the people الناس اللي might buy it ممكن يشتروها. هاي نعتبرها بي. اذا هاي ايه وعندنا الانكم تعتبر بي. اذا انت لما تبيع اشي بدك تعرف الفئة العمرية اللي بدك تبيعهم اياها. مثلا لو جينا بلهجتنا مش معقول مثلا تبيع والله بحلة مدرسة البنات تبيع لهم مثلا خلينا نقول البسة او خلينا نقول صحون او تبيع تروح مثلا عقادة نسوان ولك بايعها مثلا خلينا نقول كشكش والامور هاي خلينا نقول تبعت البنات المكياجات بدك تعرف الفئة المستهدفة. او تقف قدام الجامعة تبيع مثلا خلينا نقول طناجة. لا اكيد تبيع هون مثلا اشي خلينا نقول اللي بيهتموا فيه خلينا نقول طلاب الجامعة سواء سيدي هات او كتب او خلينا نقول حتى ورود او خلينا نقول بمعنى اخر معلبات صغيرة عندك مثلا قهوة عندك بيبسي ولا مجرى. not only that مش بس هيك. you should know لازم تعرف all كل إشي حول الكومبيتيشن المنتجات او خلينا نقول خلينا نقول الامور يعني اللي بنفسك يعني هون كومبيتيشن المنافسه ذات سيميلر برودكتس وهي المنتجات المشابهه اون ذا ماركت. تحط ببالك انه في ناس بيعوا نفس المنتج او خلينا نقول نفس نوع مثل الخلويات. فهاي نعتبرها نقطه رقم ثلاث. رقم ثلاثة توزع كالتالي. انه انت بدك تعرف حالك انك تبيع مثلا خلينا نقول اجهزة خلوية بدك تميز انه الخلوي اللي تبيعه why is your product لماذا your product superior متفوق على الاذرز الاخرين. هاي نقطة ايه. and why does it have better value ليش له قيمة افضل. هاي نقطة رقم بي. يعني معنى آخر الجهاز معي مثلا خلينا نقول في رامات أكثر أيضا خلينا نقول معنى آخر شاشته أقوى مثلا خلينا نقول مصنوع مثلا معدن معين وهلما جرى.
In addition, إضافة إلى ذلك. You should, يجب عليك أن تعرف بالضبط which people, أي الناس you are speaking, تتحدث معهم. And what their needs, وشو حاجياتهم. هاي نعتبرها نقطة رقم 4. For example, if they, إذا كانوا represent, يمثلوا middle class department store in a humble neighborhood. هاي نعتبرها إيه؟ يعني مثلا الفئة العمرية أو عفوا فئة الناس اللي أنت تبيعهم، هل هم عايشين في منطقة مثلا تجارية متواضعة؟ بريدي كن جاهزا تكسب لين أن تشرح why your product، لماذا منتجك أو why your particular product، لماذا منتجك الملائم would suit سيلائم كاستمر الزبائن who don't، الذين don't have، ما عندهم مش loss of money. هاي نعتبرها ايه، لا قلنا ايه الان احنا شو عندنا بي، هذا تكون بي. what makes، ما الذي يجعلهم او what makes your product، ما الذي يجعل product منتجك perfect to them، ملائم لهم. هاي نعتبرها شو، نعتبرها سي. مرة ثانية قلنا النقطة رقم 4 لازم تعرف بالضبط نوع الناس اللي انت تحكي معهم وايضا شو حاجياتهم. يعني مثلا لما تكون في منطقة تجارية لطبقة متوسطة او في حي متواضع، لازم تكون جاهز انك تفسر لهم لماذا المنتج الملائم والسويت سيلائم كاستمر الزبائن who don't have loss of money. مثلا تبيعهم، خلينا نقول مثلا جهاز خلوي او مثلا تبيعهم جهاز كهربائي. هذا الجهاز الكهربائي مثلا خلينا نقول مكنسة كهربائية اللي مثلا ثمنها خلينا نقول 50 دينار او 60 دينار، اذا ملائم ليهم، ما فيش داعي مثلا يشتروا خلينا نقول 300 دينار وهلم جرى، لانه هاي بتكفيهم سنتين وثلاث. تعال مثلا على النقطة الاخيرة most of all، والاكثر من ذلك you need، يتوجب to believe، ان تؤمن in what you are selling، بما تبيعه. هاي نقطة رقم 5. And the best way، أفضل طريقة to do that، القيام بذلك، هو use it، أنك تستخدمه. هاي تعتبر A الوحيدة اللي تابع لخمسة. يعني مش بقول مثلا تبيع خلينا نقول مكنسة كهربائية لجماعة بدون ما تجربها قدامهم، أو خلوا بدون ما تشغله. نيجي على الفقرة البعدية prepare and practice. طبعا هذا السعيد وتدرب قبلها بليلة، انت الان اخذت المعطيات سواء بالسلع معك او بالفئة المستهدفة من الناس. عند الان كالتالي plan your presentation carefully، هاي نقطة رقم 1 بس بدون A B. هاي نقطة رقم 1 not just what will see، not just what you will see، مش بس شو بدك تقول، but how، ولكن you will say، كيف ستقوله. فهاي نقطة رقم 2 will you read it، هل ستقرأها، يعني الآن بدك تقرأ قدام الناس أو خلينا نقول معنى آخر تحكي قدامهم. خاصة هذول بيطلعوا خلينا نقول على المؤتمرات الصحفية اللي مثلا خلينا نقول بيعملوا دعاية للسيارات الكهربائية أو الأجهزة الخلوية الحديثة. الآن طريقة قراءة، طبعا هنا it بتعود على مين، على البرزنتيشن، عرض التقديمي اللي انت جهزته. هل ستقرأه word by word، كلمة بكلمة؟ هاي ايه. ولا use notes، تستخدم ملاحظات؟ هاي بي. او memorize it، او تتذكره، هاي تتكون سي. اذا معناه طرق saying، قول البرزنتيشن بيتم عن طريق ما يلي، اما تحكيه word by word، كلمة بكلمة، او use notes، تستخدم ملاحظات، هاي بي، او سي انه ايش، مرايزكم تذكره. whatever you decide، مهما قرر it always
a good idea، إنها لفكرة جيدة. to have يكون عندك list قائمة of your main points بنقاطك الرئيسية. هاي نقطة رقم 2. طيب ليش الإنسان أو خلينا نقول من دون مبيعات لازم يكون عنده نقاط أو خلينا نقول ورقة فيها خلاصة بدي أحكي؟ لأنه في حال أو حالتين كالتالي. in case في حال something interrupts you، في حال إشي شو خلينا نقول قاطعك، هذا وارد. مثلا من الجمهور صحفي سألك، أو خلينا نقول مثلا بالبيوت خلينا نقول ولية الأمر أو خلينا نقول صاحب الدار أحرجك بسؤال، أو إنه ببساطة simply freeze اتجمدت، أو خلينا نقول إحنا توترت، أو هون صابك نيرفز نرفز بمعنى آخر. هذا يعتبر بي. ولاحظ حاط لك بين قوسين هذا الأمر ماله happens، وهذا يحصل كثير مع مين؟ مع مندوبين المبيعات. ثم practice it، ثم طبقه. هاي نقطة رقم 4. تمارسه بالليل. impossible إذا كان بالإمكان الفرونت أمام كوليك زملائك. هاي إيه؟ يعني تعمل خلينا نقول برزنتيشن تجربة أو خلينا نقول قدام مين زملائك قبل ما تبلش إيش النزول على الميدان. make change اعمل تغييرات and begin وابدأ أو practice it وابدأه مرة أخرى. هذا إيش تكون بي. هذا الآن خلصنا من ليلة النزول على الميدان. الآن نزل على الميدان صاحبنا. بقول هون السؤال العنوان بي بروفيشنال كن محترف. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. keep your presentation short and simple. خلي بمعنى آخر العرض التقديمي تبعك ماله قصير وأيضا بسيط. هاي نقطة رقم 1. start ابدأ with some friendly comments، ابدأ بعض التعليقات الودية. هاي رقم 2. زي ايش؟ for example thank اشكر the host المضيفين يعني اصحاب البيت for allowing للسماح لك to speak to them لتتكلم معهم. هاي نقطة رقم ايه. وايضا compliment امدح their company قعدتهم رفقتهم جلستهم. هاي رقم شو بتتكون بي يا اخوان. ايضا remember تكلم او عفوا remember تذكر to speak ان تتكلم slowly and clearly. اذا تذكر ان تتكلم ببطء ووضوح. هاي نقطة رقم 3. it's important to appear ان تظهر confident الثقة even حتى ولو كنت nervous متوتر. هاي نقطة رقم 4. طيب شلون واحد الآن يبين انه واثق من نفسه حتى لو كان متوتر؟ بقول لك while you are speaking بينما تتكلم don't keep your head down، تخليش راسك في الأرض، يعني خلي عينك مباشرة على زبائنك. طيب وإذا كنت خجل منهم instead بدل من ذلك look around the room، انظر حول الغرفة and make eye واجعل عيونك كونتاكت متواصلة مع الاودينس الجمهور. هاي نقطة رقم بي. اذا هون الاولى تتكون ايه وهي تتكون ايش يا اخوان؟ بي. سمايل ابتسم. هاي لحالها تعتبر نقطة. هاي نقطة رقم على ما اعتقد 5. when you have finished عندما تنهي speaking invite اطرح الاسئلة، يعني او عفوا اطلب اسئلة، مين عنده سؤال؟ هاي تكون نقطة رقم 6. if you don't know the answer اذا مش عارف الجواب don't pretend لا تتردد. هاي نقطة تكون ايه؟ وايضا هي ايه قلنا؟ thank اشكر الكويشنير السائل and promise ووعده انك تلاقي find out تلاقي ايش الجواب.
and it وفعل ذلك. إذا هذا يعتبر نقطة B. Finally أخيرا لازم يكون عندك summary ملخص of presentation لل خلينا نقول للعرض التقديمي ريدي جاهز to hand out لتسليمه at the end في نهاية السيشن المحاضرة. هاي نقطة رقم تتكون 7. طبعا آخر جملة I wish I had known يا ريت لو كنت أعرف كل هاي المعلومات when I start عندما بدأت البزنس العمل. Good luck. خلصت القطعة. لم يرد عليها أي سؤال الوزارة. إذا كتابك مش حاط عليها أسئلة فلاحظوا إخوان الآن القطعة فيها نقاط كثير وكثير نقاط فرع الـ AB كل سؤال ضربته بزاوية. مثلا How can you believe كيف يمكنك أن تؤمن بالمنتج؟ طبعا قلناها بالفقرة الأخيرة أو عفوا الفقرة الأولى اللي هو And the best way to do that هو use it إنك تستخدمه. هذا الجواب رقم 1. نيجي على رقم 2. There are many things هناك عدة أشياء you need يجب to know أن تعرفها حول المنتج. Write down two of these things اكتب هاي الثنتين. طيب الأمور اللي تعرف حول المنتج قلناها بالفقرة الأولى It's essential to know everything about your product. Do you know when it was developed متى تم تطويره؟ أوكي وأين تم إنتاجه؟ حيث تكون جواب رقم 2. What information شو المعلومات do you need تحتاجها حول الكاستمر الزبائن؟ حكيناها بالفقرة أيضا الأولى For example the age group الفئة العمرية والإنكم الدخل هاي تتكون جواب رقم 3. نيجي سؤال 4 You need to know two things يتوجب أن تعرف شيئين حول المنتج if compare إذا قورنا ب other products منتجات أخرى. Write down these two things اكتب هذين الأمرين. يعني بمعنى آخر لما يكون في عندك منافسين فبالحالة هاي لاحظوا وجدناه هون You should know all about the competition وهي similar products on the market. واحد Why is your product لماذا منتجك superior متفوق على others الآخرين and why does it have ولويش إله بيتر فاليو قيمة أفضل. قلنا هذا الجواب رقم 4. سؤال 5 You should do two things in advance to avoid the happening of unexpected things لازم تعمل شيئين مقدما لتجنب حصول أشياء غير متوقعة خلال العرض التقديمي. Write down to these things لو جينا على الفقرة الأخيرة إذا بتتذكروا أو قبل الأخيرة عفوا It's always a good idea to have a list of your main points صح؟ هاي نقطة لازم نحفظها. إذا هذا جواب لازم كنا القائمة بالنقاط الرئيسية هاي نقطة رقم أو جواب رقم 5 وهكذا. سؤال 6 What should you do ما الذي يجب أن تفعله if you don't know إذا لم تعرف the answer for a question قلنا بالفقرة الأخيرة أوكي if you don't know the answer don't pretend to tradish thank اشكر للكوشنير and promise to find out ووعدوا انك تلاقي الجواب and do it وافعل هذا. هذا جواب رقم 6 وهكذا. طيب لم يرد علي اي تفكير ناقد لكن حاط لك انا احتياط planning and hard work ان بمعنى اخر التخطيط والعمل الجاد make a work يجعل العمل ناجحا think of this statement الى اخره. طيب ركزوا معي الان خلينا ننهي الوحده بعدين نرجع للتفكير الناقد مش قضية الآن خاصة عندي مش موجود بالكتاب. في عندنا students book ركزوا معي هون work in pairs discuss the question have you ever traveled by plane no أو yes I have هاي الأمور كلها لحد الآن قرأتها قبليكم بالسالفة عن رحلات الطيران فيش إشي مهم فيها بس قرأها عربي احتياطا عربي فقط. الصفحة فيش إشي مهم لكن في عندنا بعد إذنكم listening listen to radio program استمع إلى برنامج إذاعي حول جوردن توريزم إندستري لهو الصنع صفحة رقم 9
يستمع لبرنامج إذاعي حول صناعة السياحة الأردنية. What rate is the tourism sector growing annually؟ إلى أي مدى ينمو القطاع السياحي سنويا؟ بيحكي الآن النص عن السياحة في الأردن، وحكي لهم الفقرة الثانية tourism السياحة is one of the most sector، هي أهم القطاعات للاقتصاد، وبيحكي عن فوائدها للاقتصاد وطرق تشجيع السياحة والمناطق السياحية داخل الأردن. أوكي؟ ثم أعطيني أسئلة سريعة عليها وهي إجابات. طيب ركزوا معي، لو رحنا على أسئلة وزارة، على ما أعتقد إنها 2016 شتوي، بالفقرة الأخيرة أو عفوا الصفحة الأخيرة، أيوة ركزوا معي هون، توريزم السياحة has become، قد أصبحت an important sector، قطاع مهم، الذي has له an impact، تأثير on development، على تطور of economy أو country، economy اقتصاد البلد. write a 3 paragraph report، اكتب تقريبا 3 فقرات حول importance، أهمية توريزم السياحة على Jordanian economy، اقتصاد الأردني. mention واذكر the best ways، أفضل الطرق to attract tourists، لجذب السياح لزيارة الأردن to visit Jordan. أيضا mention اذكر its benefits، فوائدها مع support with examples. فحط لي اياه من الامور المهمه راح ناخذها بمرحله الكتابه باخر الوحده العاشره. نرجع نشوف الان المراحل النهائيه. تشارلز هوتيل باريس، هون بحكي ايضا رايت ريفيو اوف ا هوتيل اور ريستورانت ذات يو هاف بين تو، اكتب استعراض لاحد المطاعم او الفنادق التي ذهبت اليها، يعني كانكم رايحين المطاعم رايحين جايين. Okay. Refer to page 79 of the activity book for guidance. طيب مش قضية الآن كتبت لك أو موضوعين، هذا اللي موجود لكتابك اللي موجودة صفحة 79، شفت لك إياه هون، بحكي عن تشارلز هوتيل، فندق تشارلز في باريس. أوكي. لكن راح أكتب تعبير عن هذا الموضوع اللي هو خلينا نقول سياحة داخل الأردن. Work in pairs and discuss these questions. Which are the most touristic places that you have visited Jordan? طبعا مربوط مع الكاسيت حكيته قبل شوي ليكو. Which do you think are the best places for tourists to visit Jordan? How important do you think tourism is to Jordan economy? هذا اللي جابوه بالامتحان الوزارة اعتماد على الكاسيت السابق، قلنا الكاسيت غير موجود داخل كتابك. في المرحلة الأخيرة أيضا يا أخوان زي ما أنتم شايفين، imagine you work for a travel company، تخيل أنك تعمل لشركة سياحة وسفر ذات سبيشاليز، تخصص إن باكج هوليدي، في حزم السفر إن جوردن. First design your package holiday، صمم خلينا نقول حزمة السفر، which should include a variety of location، make notes، وحاط لك أسئلة عليها حاول تقرأها بشكل سريع. كلها طبعا بنطوي تحت أو بنطوي خلينا نقول تحت نظام أو خلينا نقول كتاب عن توريزم داخل الأردن. هاي لحظة بكون خلصنا إحنا الوحدة كاملة، وعندك كون جميع كلمات الوحدة التاسعة. corporate لم أجد لها أي قطعة، لكن احتياط واجب. دو ديل دومستيك كلها مر معنا تقريبا. import mineral هاي طبعا راح تلاقيها داخل الكستات أكيد. هاي اللحظة يعطيكم العافية جميعا، وجهزوا حالكم لامتحان لنهاية الوحدة التاسعة، هي راح نمتحنكم السادسة والسابعة والتاسعة. تكلافي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.